بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا عقيدة الطالبين، السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابنة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك وعلى جدك رسول الله محمد. السلام عليكم جميعا أيها الحضور، ورحمة الله وبركاته. في اليوم الخامس من الشهر الخامس من السنة الهجرية السادسة أو الخامسة ولدت سيدتنا زينب الكبرى، وهي المولود الثالث لفاطمة الزهراء عليها السلام، وهي البنت الأولى لمولاتنا الزهراء ابنة نبينا محمد. زينب عليها السلام لتعرف مكانتها عند الله تبارك وتعالى أن تسميتها جاءت من السماء. فقد روي أنه لما ولدت السيدة زينب سلام الله عليها أخبر النبي صلى الله عليه وآله أو أخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فأتى منزل ابنته فاطمة وقال: يا بني ائتيني ببنتك المولودة. فلما أحضرتها أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضمها إلى صدره الشريف، ووضع خده على خده خدها، فبكى بكاء شديدا عاليا، وسالت دموعه على خدي. فقالت فاطمة: مما بكاؤك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينك يا أبتا. فقال: يا بنتا، يا فاطمة، إن هذه البنت ستبتلى ببلايا وترد عليها مصائب شتى ورزايا أدهى، يا بضعتي وقرة عيني، إن من بكى عليها وعلى مصائبها يكون ثوابه كثواب من بكى على أخويها. ثم سماها زينب، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها زينب. وهذه التسمية كما قلت لك جاءت من السماء. في رواية أخرى أنه لما ولدت السيدة زينب عليها السلام مضى عليها عدة أيام ولم يعين لها اسم،
فسألت السيدة فاطمة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن سبب التأخير في التسمية. تسأل زهراء، تسأل من أمير المؤمنين عليه السلام ليش يعني متأخر اسم زينب سلام الله، اسمية هذه البنت ليش متأخر؟ ليش ما سميتها يا أخي الحسن؟ ليش ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا نعتقد ان الزهراء عندها علم ما كان وعندها علم ما يكون وعندها علم ما هو كائن وما يكون الى يوم القيامه. ففي الحديث دخل سلمان على عمار شيء بشيء بالكفر فقال يا سلمان احدثك ام تحدثني؟ قال له حدثني يا عمار. قال دخلت مع امير المؤمنين على الزهراء عليه السلام. طبعا الزهراء سلام الله عليها حجاب وربما كانت من وراء حجاب، من وراء الدار، من وراء الغرفة، ودخل مثلا في جانب من الدار. فقالت الزهراء عليه السلام يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أقبل إلي لأحدثك بما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما سمع هذا الكلام رجع القهقرة، يعني رجع أو مستقبل الزهراء رجع إلى الوراء. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان هناك في المجلس من كان، فلما انقضى المجلس بقي أمير المؤمنين ورسول الله محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي تحدثني أم أحدثك؟ فقال يا رسول الله بل الحديث منك أحسن. فقال دخلت على الزهراء، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بهذه الحادثة، دخلت على الزهراء وقالت لك كيف وكيف، نفس اللي قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أو خلقت من نورنا؟ ألم يكن يستثمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن خلقت الزهراء من نورنا؟ فقال بلى يا علي أولا تعلم أنها خلقت من نورنا؟ فسجد علي عليه السلام شكرا. إشارة إلى معاني كبيرة أن النور الذي خلق منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق من الأئمة، خلق منه الزهراء، خلق منه الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم، 14 نورا خلقت من نور واحد وهو نور، وهو نور اشتق من نور عظمة الله، مو من نور الله، من نور عظمته. وفرق بين نور العظمة والنور، لأن نور العظمة
وإن كان نور العظمة هو نوره هو هو ولكن هو غير هو هو ولكن غيره هو هو من جهة النورية وغيره من جهة العظمية فالزهراء سلام الله عليها الرواية تشير إلى أنه تعلم بما كان تعلم بما كان بما يكون بما سيكون إلى يوم القيامة زينة كانت تعلم بما كان بما يكون بما سيكون إلى يوم القيامة كيف تسأل من أمير المؤمنين ليش تأخر باسم هذه البنت ما تدري عنها لأن السؤال كاشف عن الجهل لما أسأل حقيقة السؤال كاشف عن جهل السائل بالجواب ولذلك يسأل نعم يحمل على المجاز لكن شيء آخر تحتاج إلى قرينة حقيقة السؤال أن السائل جاهل بالجواب فيطلب الجواب من المسؤولين فالزهراء سلام الله عليها تسأل من أمير المؤمنين ليش تأخر اسم هذه البنت هذا مما كان أو مما يكون أو مما سيكون هذا مما كان لا هذا مما هو كائن أو مما سيكون ما يصير مما هو كائن هذا مما كان ماضي هذا مما هو كائن حاضر هذا مما سيكون مستقبلا تسأل ليش تأخر اسم البنت هذه آدم ما هو كائن يعلم شلون احنا نجمع الأمر سؤاله بين علمها الجواب أن علم هؤلاء علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأئمة عليهم السلام علم الزهراء بما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة علمهم مو فعلي علمهم موجود قل فعلي يحتاج إلى الالتفات منهم إذا أراد أن يعلم علم وإذا لم يرد أن يعلم لا يعني أنهم عندهم العلم فإذا أراد أن يعلم بالعلم التفت يعني يلتفت فيعلم وإذا ما التفت لا عندهم علم ما كان عندهم علم ما هو كائن عندهم علم ما سيكون بس يحتاج الى ان يلتفت اذا التفت علم واذا ما التفت لا يعلم يعني مو لا يعلم يعني ما عنده علم لا يعلم بعلم لا يعلم بعلم عندك علم ما تشوف مثلا في الانسان نعم في الناس ما عند الانسان امور ارتكازيه امور ارتكازيه عندك وما عندك امور ارتكازيه فطريه عندك وما عندك انت عندك العلم وما عندك عندك العلم بس اذا تفقد علمك بالعلم فلذلك في كتاب الكافي ست روايات او سبع روايات تقول رواها في باب واحد
إذا أراد الإمام أن يعلم علم، وإذا لم يرد مو لا يعلم، يعني ما عنده العلم، عنده العلم لكن لا يعلم بالعلم. فإذا مثلا الزهراء عندك، تقدر الزهراء سلام الله عليها تلتفت إلى علمها فتعلم، ليش تأخر الإنس؟ وتقدر ما تلتفت إلى علمها فلا تعلم. فلذلك علمهم بالغيب، علمهم طبعا بالغيب بتعليم من الله، ما يقول انهم يعلمون بالغيب بالاصاله والذات، انما يعلمون الغيب بتعليم من الله. علمهم بهذه الامور علم يحتاج الى علمهم بالعلم، يعني يحتاج الى الاكتفاء. اذا اراد الامام ان يعلم علم، إذا أراد الإمام أن يعلم علم. طبعا هذه في نسختان، إذا أراد الإمام أن يعلم، أن يعلم أعلم، في أعلم في علم. هذا هذه النسخة، إذا أراد الإمام أن يعلم علم إشارة إلى أن علومهم هذه موجودة عندهم في نفوسهم، يحتاج الإمام إلى الالتفات إليها، إذا ما التفت إلى ما يعلم. الزهراء سلام الله عليها إذا أرادت أن تعلم ليش تأخر الإسم؟ لا تعلم. بس أرادت الزهراء سلام الله عليها أن تعرف ذلك من أبيها محمد. أنه لما ولدت السيدة زينب عليها السلام مضى عليها عدة أيام ولم يعين لها اسم، فسألت السيدة فاطمة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن سبب التأخير في التسمية، فأجاب الإمام عليه السلام: إنه ينتظر أن يختار النبي الكريم لها اسما، هذا النبي هذا الاسم. فأقبلت السيدة فاطمة بابنتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بذلك، فهبط الأمير جبرائيل وقالت: يا رسول الله، إن ربك يقرئك السلام ويقول: يا حبيبي اجعل اسمها زينب. اللهم صل على محمد. فقال ثم بكى جبرائيل، فسأله النبي كمان جبرائيل صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب بكائه، ليش بكيت يا جبرائيل؟ فقال: إن حياة هذه البنت سوف تكون مقرونة بالمصاعب والمتاعب من بداية عمرها إلى وفاتها. بداية عمرها رأت أمها الزهراء تنطم على حدها، يهجم على نارها، كان بمرأة زينب. رأت ما فعلوا في أمير المؤمنين عليه السلام، رأت ما فعلوا في أخيها الحسن، رأت ما فعلوا في أخيها الحسين. إذا كان الإسلام محمدي حدوث حسيني البقاء، فثورة الحسين عليه السلام
حسينية الحدوث زينبية. لو لم تكن زينب مع الأسد لكان لا كانت الثورة هذه الحسينية المباركة ضاعت حقاً حفظتها زينب. بقيت هذه الثورة لجهود زينب سلام الله عليها. يكفيها فخرا أن اختارها الله تبارك وتعالى أن تكون امتدادا لثورة الحسين. يقول الإمام سلام الله عليه عندما قال له محمد بن الحنفية: يا أبا عبد الله، إذا أنت خارج ليش بعد هذا الحريم تأخذهم وياك؟ ليش هذه النساء تأخذهم وياك؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. أي مشيئة الله؟ شوف الإمام سلام الله عليه، أيوه هي مشيئة الله أن يراني قتيلا، أنا طالع مقتول مكتوب. شاء الله أن يراني قتيلا فسلمت نفسي للقتل، وشاء الله أن يراهن سبايا فسلمتهن بالسبس. أنا جاي أمشي في مشيئة الله. وزينب سلام الله عليه أعظم التسليم إلى الله بدون تردد ومع الاطمئنان سلم نفسه أبا عبد الله. وسلمت نفسها زينب للأسد بكل اطمئنان. يقول لها زين العابدين كما في الرواية: يا عمة أنت عائمة لما يا عمة أنت عائمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. يعني شاء الله يا عمة أنت عالمة غير معلمة، يعني ما حد علمش هذه الأمور، أنت تعلمين بها، ما حد علمش هذه الأمور، وفهمة غير مفهمة. وكان الإمام سلام الله عليه حتى لا أطيل عليكم كما يدعي الشيء كم صار يشير الإمام إلى عظمتها وفخرها أن علمها علم لدني مو مكتسب من الناس. سمعت أن زينب أحد درسها معلق لها، هاي علمهم من اللدن من الله تبارك وتعالى، وعلمناهم لدنا تسامع الحسن والحسين دخلوا المدرسة. صح أن في رواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذهما إلى المعلم فعلمه سورة الفاتحة وكذا وأعطاه كلام، هذا موجود صحيح، بس هذا معلمهم هم يفتهمون هذا المعنى. إنما أراد أمير المؤمنين أن يعلم الناس تأخذ أطفالها إلى التعليم، مو أنه إنما علمها لدني ما يحتاج احد علمها. العلم علمان، علم اكتسابي وعلم لدني. العلم الاكتسابي يعني اللي يكتسبه الانسان من الخارج. العلم اللدني يعني العلم الالهامي الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في نفوس البشر. في نفوس الملائكة، في النفوس، سواء كان ملكة بشر. فزينب سلام الله عليها الإمام يقول: أنت عالمة غير معلمة، يعني أن الله تبارك وتعالى، الإمام يقول أن الله
ألهمك علما لدنيا، يعني ألهمك بالعلم، ألهمك بالعلم، ما تحتاج إلى أحد يعلم شبعك. فلذلك كانت تعقد الدروس في تعليم القرآن في الكوفة للنساء، أسئلة وكذا عندهم، كانوا يردون زينب سلام الله عليها بالأسئلة، ما دخلت ما حد علمها هذه، إنما كان علمها علما لدنيا من الله تبارك وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني أعطيناه ألهمناه زقنا أعطيناه العلم وزققناه زقا، فما يحتاج التعليم. فزينب سلام الله عليها وهذا لا يكون إلا للأنبياء للأوصياء للخلص من البشر من هذه المراتب. زينب سلام الله عليها منها من خلص البشر الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لأن يلهمهم العلم ويعطيهم العلم ويسق العلم لهم زكا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.